قرنبيط بطريقة جديدة وطعم ولا أروع من كده. خلونا نروح مع بعض ونشوف وصفتنا النهاردة ومكوناتنا. مرحبا، اسمي الله شنو ناسي مع كوكينج. اهلا بكم في قناتكم ناسي مع كوكينج. اتمنى تكونوا بخير وانتم بتشوفوا فيديو النهارده. وحاب اشكر كل المتابعين الجدد اللي دخلوا قناتي، شكرا جدا لكم ونورتوا قناتي، وشكرا لكل المتابعين القدامى اللي بيدعموني على طول، شكرا جدا لكم. اذا النهارده جبت لكم وصفه سريعه كده وسهله وكمان صحيه، حتى للي ما بيحبش ياكل القرنبيط ياكلها عادي. الطريقه دي جميله جدا. عندي هنا قرنبيط او شوفلاخ كاليفلاور، عندي مسلوق في ميه، يعني ما سلقتوش كتير، يعني مده 5 دقائق بس لان هندخله في الفرن بعدين. عندي هنا كميه من جبنه الشيدر او استخدم اي نوع متوفر عندك، وعندي هنا مكعب كمان جبنه كريمي. هنا انا استخدمت تارتينو، استخدم اي نوع جبنه بتحبيه وبيحبوه ولادك. وهنعوز ان هنعمل صلصه بشاميل او صوص بشاميل. هنحتاج هنا عندي كميه من حليب تقريبا نص لتر، وهنحتاج طبعا الطحين، هناخد معلقتين، وهنحتاج زبده، وهنحتاج بيضه كمان معانا، وشويه ملح وفلفل اسود وبس. دي مكوناتنا لوصفه النهارده. اول خطوه هنعملها، احنا هنحط القرنبيط او الشوفلاخ في صينيه تدخل الفرن. كده هنرص كويس. انا هسيبه على جنب دلوقتي وهنروح نعمل صوص بشاميل بتاع. اذن هنا هناخد كميه من الزبده، هنا انا هسيبها تسيح شويه. هنا برضو ممكن تستخدمي السمنة عادي. انا هاخد معلقتين طحين او فرينة نفاغين. لو احتجت هاخد اكتر. كده كويس. هناخد اللبن او الحليب، هناخد بس جزء دلوقتي، نص الكمية. نحاول نحرك كويس لحد ما ندوب الطحين في اللبن. هنا انا اضفت شوية من جوز الطيب، هضيف حليب، هضيف الكمية كلها. هنفضل نحرك. صدقوني الوصفة دي جميلة جدا. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو عشان ينتشر اكتر. لو انتوا اول مرة تشوفوني تضغطوا على زر سبسكرايب او ابونيه وتفعلوا زر الجرس ما كلوش نوتيفيكاسيون عشان يوصلكوا اي فيديو جديد بنزله. لو عجبك الفيديو شيره او شاركه مع اصحابك والاصدقاء والأقارب عشان كله يستفيد. وأتمنى تكون برضو وصفاتي تكون بتنال إعجابكم. بحاول أتصل على قد ما أقدر. هنا هحط شوية ملح، حاجة بسيطة لأن الجبنة فيها ملح. وهنحط شوية فلفل أسود. هاخد جبنة
هنا انا مش عايزاها تكون تقيله كتير، انا هحط جبنه شيدر. هي طريقه حتى لو اولادك ما بيحبوش الارنبيت، صدقيني الوصفه دي هيحبوها جدا. انا عندي بنتي ما بتحبش خالص الارنبيت باي وصفه، بس الوصفه دي بتعجبها خالص. هنا انا هضيف البيضه بتاعتي، إذن هنا هاخد الخليط اصبه فوق الارنبيت او الشوفلاخ، نحاول نغطيه كله. زينة هحطها في الفرن وارجع لكم تاني في صحن التقديم ان شاء الله. هنا قبل ما اوقف الفيديو، ممكن تحط كمان لو عايز تحط جبنة من فوقه، اي جبنة عايزاها، بس هو كده كده الصوص بجبنة فمش محتاج خالص. اذا احطه في الفرن وارجع لكم تاني في صحن التقديم. وصفتي للنهاردة جاهزة، ريحتها جميلة جدا. بالنسبة للملح، انا كنت حاطة ملح على الانابيطة والشوفلاخ لما سلقته، عشان كده ما كترتش الملح. تقولي وصفة خفيفة جدا والطعم ولا اروع من كده. في وصفات تانية للشوفلاخ او الانابيط، في بصوص احمر، خلينا نشوف مع بعض. صدقوني الطعم حكاية حكاية بجد، الطعم جديد خالص ورائع فوق الأروع كمان. صدقيني جربي الوصفة هتعجب عيلتك كلها وأولاد الأولاد بالذات، لأنهم في أولاد كتير ما بيحبوش الأرنبيط، بس الطريقة دي هيعشقوها. اذا هي دي وصفة النهاردة، اتمنى تكون نالت اعجابكم وتجربوها. ولو في اي استفسار هتلاقوا روابط الفيسبوك والانستجرام في الديسكريبشن بوكس، ومتنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه مع الاصدقاء والاقارب في مواقع التواصل الاجتماعي. وكده بكون وصلت لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يكون اعجابكم ويكون خفيف عليكم. اشوفكم فيديو جديد وصفة جديدة ان شاء الله. كونوا بخير، سلام.